قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة شهدت في السنوات القليلة الماضية تنمية زراعية متكاملة ومستدامة من خلال استزراع مساحة 33 ألف فدان باستخدام وسائل الري الحديث المتطور الذي يراعي التوازن الكامل في كميات المياه الجوفية مع مخزون المياه ونوعية المحاصيل الحقلية والأنواع المنزرعة. أشار خلال فعاليات الدورة 27 للملتقى الاقتصادي الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة الذي عقدت أولى جلساته أمس إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية النهضة الزراعية التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي تستهدف الاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في مصر بمقدار 4 ملايين فدان على عدة مراحل ومن خلال مشروعات التوسع الأفقي أهمها زراعة 500 ألف فدان في سيناء ومشروع تشكى الجديد ومشروعات الدلتا الجديدة وغيرها الكثير من المشروعات على أرض مصر. عبر الهاتف بينضم إلينا دكتور محمد يوسف رئيس مديريات وزارة الزراعة. يا دكتور أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين ومن قناتنا المحترمة قناة الاستفادة. منظومة الري الحديث ومساحة الأراضي اللي بتستفيد منها قد إيه تقريبا يا دكتور لو حضرتك توضحها لنا؟ هو الدولة مستهدفة طبعا بخطط مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احنا نصلح 4 مليون فدان على مراحل. عندنا الاماكن اللي هي الكبيره زي سينا مثلا مستهدفه نص مليون فدان، زي الدلتا الجديده مليون فدان اللي كان في زيارتها اتشرفت بزياره معالي الرئيس امبارح، وعندنا في تشكى في اسوان، وعندنا كمان في الوادي الجديد منطقه الفرافره ومنطقه العينات ومناطق الاستصلاح الجديده زي عندنا في زي المغرى في الساحل الشمالي في مرسى مطروح. هذه الاماكن طبعا اهم حاجه فيها طرق الري الحديثه والاسمده الصديقه للبيئه، والمؤتمر اللي ساعتك اشرت اليه من المؤتمرات الهامه اللي هي طبعا لان الاسمده دي مقومات الزراعه المصريه. طيب ازاي منظومه الري الحديث دي بتساهم في زياده الرقعه الزراعيه من خلال الوسائل التكنولوجيه المستخدمه؟ طبعا هو الري بالغمر اللي هو الطريقه العاديه اللي كان بيتبعها اخونا المزارع، دي طريقه بتستهلك كميات ضخمه من المياه. يعني مثلا الفدان اللي انا برويه بالغمر ممكن ياخد نفس كميه الميه ممكن تكفي 4 أو 5 فدن بنظام الري، سواء الري بالتنقيط او الري بالبيفت او تحت نظام الري المحوري او الرش الثابت او اللي هو في نظام اللي هو الري تحت التربه او يسمى بالري الذكي اللي هو ري النشع. دي كلها انظمه ري موفره للميه، ومش والبرق الحديثه في الري ليس الغرض منها توفير الميه فقط وانه الهدف الرئيسي، الا انه بيقلل المحتوى الامراض النبات دايما بتزيد مع زياده المحتوى من المياه او الرطوبه حوالين النبات. محتوى الحشائش اللي هي برضه بتاثر على المحصول، برضه الميه زياده بتزود كميه الحشائش اللي الحشائش بتحب الميه. طيب الجوده بتاعت المحصول برضه بتاثر عليها كميات المياه كتيرة. طبعا الجوده لو في اصابه بالامراض لو في اي حاجه، طبعا بالنسبه للاسمده برضه محتاجين اسمده لان احنا زودنا المساحه فالاسمده لازم تزيد. طيب اتجهنا احنا برضه للاسمده اللي هي صديقه للبيئه والاسمده اللي هي في الزراعات العضويه، ده كله ده هينهض الزراعه المصريه في اتجاهين، في اتجاه زياده الانتاج وزياده ايه جوده المنتج المصري سواء للسوق المحلي او للسوق التصدير للسوق الاجنبي. أنا بشكرك جزيل الشكر على المعلومات دي دكتور محمد يوسف رئيس مديريات وزارة الزراعة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.